يقول السائل: في بلدي أناس يذهبون بالجنازة مع بالذكر. نعم. يقول السائل: في بلدي أناس يذهبون مع الجنازة بالذكر وآخرون يذهبون بها سكوتا، فحصل عندنا خلاف في ذلك، فما هو الصحيح؟ الصحيح أنه لا ترفع الأصوات مع الجنازة بالذكر ولا بتلاوة القرآن، لأن هذا بدعة، لا يجوز رفع الأصوات مع الجنازة بالذكر ولا بتلاوة القرآن ولا غير ذلك، وإنما يكون على المشيعين السكينة والوقار، وإذا أرادوا أن يدعوا للميت كل واحد يدعو للميت بدون رفع صوت، نعم، وبدون الدعاء الجماعي.